مرحبا أصدقائي طلاب الصف السابع، أنا معكم الأستاذ غياث من منصة خطوة بخطوة للتعليم الإلكتروني. حكينا بالدرس الماضي عن الأوزاي أرشتر مالاري، واليوم رح نبدأ بالإكينجي بلوم اللي هو جنيش سيستمي أوتيسي. اليوم درسنا كتير كتير ممتع، بتمنى تتموا متابعين معي لنهاية الدرس. Evet arkadaşlar, bulutsu veya nebula. Bulutsu ya da nebula هو اسمه باللغة العربية السديم. شو هو السديم؟ هذا رح نتعرف عليه سوا. Yıldızlar arası boşluklarda yer alan ve bulutu andıran gök cisimlerine bulutsu denir. يعني الأجسام المتواجدة بالفراغات بين النجوم واللي شكلها بيذكرنا بالغيوم بسميها العلم يعني أو بسميها بعلم الفلك السديم. هيدروجين غازي توز في ديار متر يالاردان أولوشر، يعني بيتكون من هذا السديم، بيتكون من غاز الهيدروجين والغبار وكمان أنواع أخرى من المواد. يابسında yıldızlar bulunur yapısında yıldızlar bulunur ve bu yıldızların ışığıyla görünür. في داخله أيضا في كمان أو بيتكون كمان من نجوم، وهي النجوم بسبب إضاءتها نحن بنشوفها بشكل يعني تقريبي بشكل نقاط مضيئة. bulutsulardaki gaz, toz ve diğer materyaller kendi kütlelerinin kütle çekim kuvvetinin etkisiyle yoğunlaşarak kümleşir. Bunu ne demek arkadaşlar? Gaz, bulgubar ve mavad الأخرى المتواجدة في السدم حسب جاذبية كتلتها وتحت تأثير قوتها تتكاثف وبتتحول لكتل. هاي الكتل بتشكل اليلدزلار. بو كملاشما عباد بو كملاشما سوريجي بلي بلغالرده يغنلشارك يلدزلارن ولشماسنا صغلار. مثل ما حكيت قبل شوي انه بنهاية هاي اليغنلشما فبيصير تكتل، وهدول الكتل هنن بيكونوا معنا اليلدزلار. هلا حتى نفهم اكتر شو هاد البلوتسو، خلونا نشوف هذا الفيديو سوا. أصدقائي الطلاب، شفنا سوا المقطع الفيديو اللي عم يصور بعض السدم أو بعض الغبار الكوني مثل ما سميناه. وهلا خلونا نرجع لدرسنا ومنتقل للفقرة اللي بعدها اللي هو عم بيحكي عن أطبش بلوط سوسو، يعني السديم اللي اسمه أطبش. أوريون تقم يلدزندا يير ألان في بيزدان 1500 الشق يلك. ne demek الشكل arkadaşlar؟ الشكل يا شباب تسمى باللغة العربية السنة الضوئية، وهي واحدة لقياس المسافات البعيدة جدا جدا. يعني مثلا نحن المسافات اللي بنعرفها بحياتنا اليومية كيلومتر متر وما هنالك، ولكن المسافات اللي كتير بعيدة تقاس بشيء اسمه السنة الضوئية. فعم بيقولوا انه الأطبش بلوتسوسو أوريون تقم يلتزم ديار ألان، يعني هي موجودة تتواجد مجموعة نجوم أوريون وتبعد عننا 1500 سنة ضوئية. evet bulunan bu bulutsu karanlık bulutsulara güzel bir örnektir. وهذا السديم هو مثال كتير كتير جيد للكرانلك بلوتسولار، يعني للسدم العاتمة. bulutsu kendi içindeki sıcak ve genç yıldızların
aydığı ışık sayısında gününün pardon görünür durumdadır. Demek yani yüce dahil hada sedim nücum şab ve sahile ve bu sebebi hada السديم احنا عم نشوفه بشكل لامع، يعني انه هو بيكون في المظهر الخارجي في بعض الاضاءه. Evet arkadaşlar devam edelim. Orion bulutusu. Dünyaya yaklaşık 1500 ışık yıl uzaklıkta bulunan bu bulutuyu oluşturan gaz genç yıldızlar çevrilmektedir. Ne demek bu? أوريون يتواجد السديم على بعد 1500 سنة ضوئية عننا، والغاز متشكل بالنجوم والغاز عفوا والغاز متشكل في السديم بحيط بالنجوم اللي داخله. بارلاك أتشك يلدز كوميسينا إف صاحبلي يابان أوريون بلوتسوسو أين زماندا بيك تشوك يلدز أولوشون بولجسي دا إتشير مكتدر. شو معنى هاد الحكي يا شباب؟ هي بتكون بمثابة البيت لمجموعة النجوم اللامعة وبنفس الوقت هي منطقة لتشكل النجوم. Yeni yıldızların oluştuğu Orion bulutusu dünyaya en yakın bulutsudur. O sedim Orion huve yu'ad akrab sedim ila al-ard. Evet arkadaşlar devam edelim. Tarantola bulutusu. Şimdiye kadar keşfedilen en büyük bulutsudur. يعني هو أكبر سديم تم اكتشافه لحد الآن. جالكسي ميزا تشوك أوزاكتا بولونان هو أبعد سديم عن مجرتنا اللي هي مجرة سامانيولو أو درب التباني. بولوتسو بارلاك ديف يلدز كومالاريلا أيضانيلر. ne demek يعني arkadaşlar bu وهو كمان مضاء بمجموعة نجوم لامعة عملاقة. هلا كلمة هون قصدهم هي كلمة كمصطلح بارلاك ديف يلدز يعني نجم لامع عملاق. Evet arkadaşlar yıldız oluşum süreci yani مراحل تشكل النجم. مثل ما حكينا قبل شوي قلنا انه داخل السديم بسبب تواجد الغبار وتواجد غاز الهيدروجين ان هدول بيتكاثفوا وبيشكلوا معنا النجوم. هلا رح نحكي تماما كيف تتشكل النجم او شو مراحل تشكله. سامانيولو جالاكسينين بي فوتوغرافي çekildiğinde yıldızların da içinde bulunduğu parlak bulutlar ve karanlık bölgeler görünür. يعني لما بناخذ صوره لمجرة درب التباني رح نلاقي في مناطق عاتمه ومناطق ايضا مضيئه. Parlak bulutları yıldızların bir araya gelerek oluşturduğu görüntüdür. الصورة اللي احنا عم نشوفها هي عبارة عن النجوم المضيئة مجتمعة في مكان محدد. Karanlık bölgeler ise aslında boş olmayan yıldızlar arası maddelerin yıldızların ışığın engellemesinden dolayı karanlık görünen bölgelerdir. هاي جملة طويلة كلها شو معناتها؟ المناطق العاتمة هي بالأساس أماكن غير فارغة، يعني هي أماكن مليئة. طيب مليئة بشو؟ مليئة بالمواد اللي بتمنع الضوء، لذلك نحن بنشوفها عاتمة. طيب شو هن المواد؟ نحن حكينا عنهم قبل شوي، قلنا إنه هن غاز الهيدروجين وبعض توزدار يعني الغبار ومواد أخرى. بو بارلاك وكارانلك بولجالاردا milyonlarca güneş kütlesi kadar kütle içeren soğuk gaz ve tuz bulutları vardır. داخل المناطق العاتمة والمضيئة يوجد الملايين من الكتل اللي تساوي كتلة الشمس تقريبا اللي هي بالأساس مكونة من غازات باردة وغيوم الغبار. ليش غازات باردة؟ لأنه غاز الهيدروجين هو يعتبر أحد الغازات اللي أكثر برودة في العالم. Yıldızlar bu soğuk gaz ve toz bulutlarının içinde oluşur. Bu nücum teçekkel dahil manatik gaz bayit u gıyum gubar. Belirli bir boyuta oluşan gaz ve toz bulutu kütle çekiminin etkisiyle çöker ve ısınarak ön yıldız denen donuk kırmızı kümeler oluşturur. Oma ertifa derecesi hararet بتنهار البلوتسو او بنهار السديم وبتشكل او بتتكون مجموعة نجوم حمراء
باهت اللون، يعني كلمة دونوك كرمزي معناته أحمر باهت. بنسميه النجم الأمامي. Ön yıldızın sıcaklığı arttıkça merkezinde çekirdek tepkimleri başlar ve ön yıldızın yıldız haline gelir. ومع ارتفاع درجة الحرارة أكثر بيبدأ مركز النجم الأمامي بالتفاعل ويتحول وقتها لنجم طبيعي. Yıldızlar kendi merkezinde çekirdek tepkimesi yapmaz hale geldiğinde ölmüş olur. ولما ما بيبقى أي تفاعل داخل مركز النجم بيكون هذا النجم يعني بيكون وصل لحالة الموت أو بيكون يعني قرب كتير من حالة الموت. Yıldızın yaşamının nasıl sonlanacağı başlangıçtaki ilk yıldız olduğu andaki kütlesine bağlıdır. Ne demek yani işte bu haki? Nihayet hayat necim mutallika bi hacmu andil vilayeli. Kif yani o mu andil vilayeli? Andil teşekkül halini semmiye. Yani necim ize ken hacmu kibir فنهاية حياته بتكون بشكل، أما إذا كان حجمه صغير بينتهي بشكل تاني. يعني بير يلدز ياشامنون بياز جوجة نيترون يلدز يدا بكارا ديليك olarak tamamlar. مثل ما حكينا لما بينتهي بشكل بياز جوجة بياز جوجة اللي حطينا هون صورته يدا كارا ديليك. ندم كارا ديليك. هلا بدنا نشوف بالفقرة اللي بعدها شو هو الكارا ديليك. Evet arkadaşlar büyük kütleli yıldızlar yani النجوم ذات الكتل الكبيرة. Başlangıç kütlesi güneşin kütlesinden fazla olan yıldızlar supernova patlaması ile ömrünü tamamlar. النجوم ذات الكتل الكبيرة هي النجوم اللي بتكون كتلتها أكبر من كتلة الشمس وبينتهي حياتها مع انفجار سوبرانوفا. Bu yıldızlardan geriye nötron yıldızları veya kare direkler kalır. واللي بيبقى من بعد الانفجار اما بيتحول لشكل نوترون يلدزلر ويا قاري ديلكلر kalır لا اما بيروح او بيسحبه الثقب الاسود. Şimdi kütle çekimi kendi yakındaki her türlü maddi hatta ışığı çekecek güçte olan ozay parçalarına kare dilek denir. هون عم بيعرفونا شو هو الثقب الأسود. الثقب الأسود هو ثقب كتير كبير بيسحب أي كتلة أو أي مادة بتقرب عليه بقوة كتير كبيرة لدرجة إنه ممكن يسحب أشعة الضوء. Evet arkadaşlar son olarak küçük kütleli yıldızlar. Başlangıç kütlesi güneşin kütlesinden az olan yıldızlar yani hinin النجوم اللي كتلته أصغر من كتلة الشمس gezegenimsi bulutsu olarak ömrünü tamamlar. Binti bir hayatı ala şekil gezegenimsi bulutsu. Yıldızdan geriye demir ve karbon yaygını olan bir beyaz cüce kalır. Bu kısım elli bir a nenecim hava bikun demir ve karbon yani karbon ve hadid yaygın olan beyaz cüce kalır. Bir tam ala şekil شيء اسمه جوجة. حتى نفهم هذا الحكي اللي حكينا خلونا نشوف الصورة اللي حاطين اياها بالكتاب. ومن هي درسنا بهي الصورة اللي عم تحكي عن يلدز ياشام دونجوسو. مثل ما حكينا البلوتسو اللي بتتشكل داخله اليلدزلار ممكن يتشكل داخله كتشوك يلدز يضا بيوك يلدز. مثل ما حكينا البيوك يلدز هي اللي بتكون كتلتها قريبة من كتلة الشمس بينما الكتشوك يلدز هي بتكون اللي كتلتها أقل من كتلة الشمس. الكتشوك يلدز أول شيء بتحول لكرمزي ديف ondan sonra gezgin mesi bulutsu ondan sonra beyaz cüce بتنهي حياتها مثل ما حكينا بمرحلة البياض cüce. أما بالنسبة إذا كان بيوك يلدز بتحول أول شيء لشيء اسمه كرمزي أستيف ondan sonra سوبرانوفا patlaması الانفجار من بعد الانفجار اما بيروح على قاري ديلك او بيتحول لنوترون يلدز. بنهايه الدرس بتمنى تكونوا فهمتوا الدرس وفي حال ما فهمتوا الدرس بتمنى منكم تتابعوا الدرس مره ثانيه وحتى كمان مره ثالثه. كنت انا معكم استاذ غياث من منصه خطوه بخطوه للتعليم الالكتروني.